ردوا على الشيعة الذين يقولون أن أبا بكر ليس من أولياء الله لأنه حزن في الغار. الله، كلام غريب. فهموا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يتصرب إليهم الحزن في الدنيا. لا، الكلام ولا هم يحزنون في الآخرة. بارك الله فيك. كان الرسول نفسه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.